لو بصينا على حديث النبي آية المنافق 3، إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، إذا اؤتمن خان، وكأن رب العالمين بيقول لنا بلاش الأخلاق اللي ينتج عنها عدم الأمان في العلاقات. ما تعملش في حبيبك كده، تبقاش انت في علاقة وتقوم تتصرف تصرف يعمل شرخ ينتج عنه عدم أمان، فما تعرفوش تتقابله تاني، صعب قوي تبني الأمان تاني. كبيرة عند ربنا، وهي كبيرة نفسيا جدا. لأنه لما بتتعامل مع حد، زوج وزوجة أو شريك وشريكة، يعني أو شريك وشريكه حتى في العمل أو غيره، هو إيه اللي رابط بينكم؟ عهد أو وعد أو اتفاق، يعني هو ده الحاجة اللي تضمن اللي جاي. أوكي. مخالفتك لهذا العقد معناها إنه الثقة ما بقتش موجودة في اللي جاي، وطالما ما فيش ثقة في اللي جاي يبقى أنا مش هعرف أتعامل معاك إلا بحيطة وحذر، وكأني ببص دايما على اللي ورا ظهرك، أنت مخبي لي إيه؟ فده اللي بيزرع مسألة عدم الأمان. الشخص اللي مش آمن الآن وبيبص ومتوجس، عينيه في وسط راسه زي ما بيسموه،